السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا ونشوف ايه الخير اللي جانا النهارده والرزق اللي جانا يا جماعه، معايا كميه طيور كبيره جدا جدا، ربنا يبارك يا رب، من جميع انواع الطيور، هندي وفراخ بلدي وفراخ بلد مهجن، ومعانا بط يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، معايا نسبه حلوه جدا جدا، بقى لي كام يوم ما نزلتش معاكم اي فيديوهات من الفقاسه، كان بيبقى معايا انتاج بس كان بيبقى الانتاج بسيط جدا جدا، بس انا اتعودت معاكم يا جماعه ان انا انزل لكم كميه انتاج حلوه. فالنهارده يا جماعه جاي معانا كميه انتاج في منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله، الحضان بتاع مليان، وخايفه جدا جدا الاقي نافق في الفقاسه، ربنا يسترها، لان اللي طالع في الفقاسه الصغيره والحضان بتاعها بيبقى صغير على حجم مقاس الفقاسه، بس طالع فيها نسبه كبيره جدا جدا، ربنا يبارك ويسترها معايا يا رب. نسمي بالله ونصلي على الرسول، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت يا جماعه الكل يدعي لي بالبركه، اول ما يشوف الخير كده يسمي ويدعي بالبركه عشان ربنا يرزقنا جميعا يا رب، وما يضيعش تعب اي حد فينا، لان انا يا جماعه فعلا بتعب وبتبهدل والله العظيم في شغل الفقاسات ده، بيبهدلني احلى بهدله، زي ما انتم عارفين ثلاث مكنات بياخدوا مني وقت وبياخدوا مني مجهود، فبيبهدلوني جدا جدا، فبستنى منهم اي نسبه انتاج، فلما بشوف الانتاج الكبير بيبقى طالع من الفقاسه بنسى اي تعب او اي مجهود انا عملته وياه. ندخل بقى نشوف ايه الخير اللي جانا النهارده ونشوف الرزق اللي جانا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. نسبه كبيره جدا جدا يا جماعه، ربنا يبارك يا رب، عشان انا ما كانش عندي مكان في الفقاسه الثانيه احط فيها بيض فراخ، فحطيت هنا بيض فراخ يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، طالع معانا نسبه حلوه جدا جدا، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. معانا فيومي يا جماعه وبلدي وفراخ بلد مهجن، معانا كميات حلوه جدا جدا، ربنا يبارك. طالع لي فرخ بزراميط يا جماعه ابيض اهوت، بسم الله ما شاء الله، فرخ بزراميط ابيض، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله. البزراميط يا جماعه انا ما بتفرجش فيه، بسيبه عشان عايز اعمل انتاج من البزراميط، يبقى عندي اهالي بزراميط، فربنا يبارك يا رب. مطلوب مني يا جماعه 20 كتكوت طالع من البيضه هندي، فربنا يبارك يا رب، انا ما اعرفش طالع معايا كتاكيت قد ايه، بس مطلوب معايا 20 كتكوت، فقلت لهم يا جماعه اللي هيبقى متوفر معايا هم يعني اثنين طالبين، شخصين يعني طالبين، كل واحد طالب 10 فراخ، فقلت لهم ماشي كل واحده منكم على مره، لان ممكن ما اقدرش ان انا اوفي الكميه مره واحده، فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امة محمد ان شاء الله. اللي عاجبني يا جماعه في بدايه الفقاسه الكتكوت الجميل ده، العسل ده، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ربنا يبارك للجميع، حاجه جميله جدا جدا. انا قررت من هنا ورايح يبقى في عندي صحاره يا جماعه لاستقبال الطيور، يبقى في الفقاسه، لان في ناس بتتاخر على ما بتجيني، في حاجه جميله كمان اهي، حاجه جميله كمان اهي يا جماعه، كتكوت برهمه، كتكوت برهمه، ربنا يبارك يا رب. شايفين بقى اللي لقيته على الباب ده، ممكن يكون اتزنق وانا بقفل الباب بتاع الفقاسه، ممكن يكون اتزنق وانا بقفل باب الفقاسه يا جماعه ومات، الله اعلم، قدر الله وما شاء فعل، مقطوع منه النصيب. شايفين انتوا بقى جوز الامامير دول عاجبني جدا جدا يا جماعه، الامورين الكبار الحلوين دول، بسم الله ما شاء الله، واحد برهمه، واحد برهمه يا جماعه، واحد بزراميط، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله. ما اعرفش انا معايا اي قد ايه دلوقتي، هندي او برهمه او بزراميط يا جماعه، انا ما اعرفش لسه والله، انا لسه بفتح معاكم الفقاسه ولسه ما فرستش اي حاجه، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم ان شاء الله ويبارك للجميع، حاجه تفرق جدا جدا يا جماعه. انا مش عايز ادخل، انا حاسه ان في حاجه ثانيه ميته هنا، حاسه ان في حاجه ثانيه ميته، ولا انا بتهيألي؟ اه في حاجه، بطايه، بطايه اهي يا جماعه، شايفين؟ انا بخاف من كميه الانتاج الكبيره تطلع في الفقاسات، يعني انا قلت لكم قبل كده لما بكون في كميه كبيره يا جماعه الطيور بتدوس على بعضها وبتموت بعضها، يعني ادي فرخه وادي بطه، فرخه وبطه، دول يا جماعه بدايه فتحان الفقاسه، لقيت دول في الفقاسه كده على الوش كده، فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل، انا ما اعرفش لسه في حاجه ثانيه، في حالات وفيات ثانيه بقى ولا ايه، فربنا يسترها، لان فعلا الفقاسه يا جماعه الطيور تقيله على بعضها جدا جدا، فربنا يسترها، ربنا يسترها يا جماعه. شايفين انتوا الكميه دي؟ ربنا يسترها، في بطايه ثانيه اهي يا جماعه، استغفر الله العظيم يا رب. على فكره البط بتاع اهالي يا جماعه مش بتاعي، بس انا اعمل ايه؟ ما باليد حيله، شايفين؟ شايفين يا جماعه؟ بتضايق انا بقى لما بلاقي المنظر ده، بيبقى كميه طيور طالعه مع بعضها كده، بتضايق في المنظر ده بقى يا جماعه، في كتكوت ولا ايه؟ ربنا يسترها، بس ما عادش يبقى في نافق تاني، ربنا يسترها، لان يا جماعه انا بزعل جدا والله على حاجه الناس دي، ما بحبش حد يخسر اي حاجه من طيور، انا ما بحبش حد يخسر حاجه من طيور، دول عايزين يتوزعوا دلوقتي قبل بعد قبل اي حاجه، عايزين يتوزعوا، هتوسع على كل واحد ياخد حاجته، لان الطيور يا جماعه تقيله على بعضها في الحضان،
ما ينفعش من فقاسه لفقاسه، لان ما ينفعش ديت يعني تعقيم الفقاسه دي ما يبقاش زي ديت، ما اعرفش ممكن تكون فقاسه فيها مخروب بين العضله الثانيه، فما ينفعش انقل من فقاسه لفقاسه. وان شاء الله اتصل على الاهالي جابوا حاجتهم، لان هي الكميه كبيره جدا جدا يا جماعه، والطيور تقيله على بعضها في الحضان، فربنا يستر. الطيور تقيله على بعضها في الحضان يا جماعه وربنا يسترها، عشان بس ما نخسرش حاجه كتيره بس. فقدر الله ما شاء فعل يا جماعه. دول بطاطين وفرخه، هم دول بقى لقيتهم في الفقاسه كده، فالحمد لله والشكر لله. نشوف بس ايه الانتاج اللي معانا، ونشوف ايه لسه معانا تاني. معانا كتكوت برهمه كمان اهو يا جماعه، معانا كمان كتكوت برهمه كده، اتنين برهمه وواحد بزراميط. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع. نشوف بقى الارفف بتاعتنا فيها ايه اللي طالع منها كده، ونلم القشور، لان في ارفف طالع فيها وفي بيض لسه ما خرجش، فعايزين نروق الارفف كده عشان كل حاجه يا جماعه تطلع. نروق كده اللي طلع عشان نوسع لغيره، عشان نوسع لغيره يا جماعه. ده بقى البيض هيترز، نشوف ايه اللي لسه ميعاده ما جاش، واللي كتم في البيضه هنشيله مش هنسيبه. اللي كتم في البيضه يا جماعه هنشيله مش هنسيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قشور بيض الفراخ يا جماعه، ربنا يبارك يا رب. دي القشره لازقه عليه، مش عارف ياخد راحته ويخرج يا جماعه، مش عارف ياخد راحته ويخرج. دي بيض ليا على بيض الاهالي يا جماعه برده، مش كل البيض اللي في الفقاسه بتاعي، اي بيض بيتوجد عندي وبكون هرص بيض بحطه مع بيض الاهالي عادي، مفيش اي مشكله، بس ابقى عارفه البيض بتاعي، عارفه نظامه وعارفه نوع البيض، فما بقلقش من اي حاجه. ما بقلقش يا جماعه، بحط بيضي مع بيض الاهالي عادي، مفيش اي مشكله خالص، لان عارفه شغلي وعارفه نظام حاجتي، ما بقلقش من اي حاجه. دي فرخه فيومه يا جماعه، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. دي كتكوت هندي بس يعلم بيه، يعلم بيه مصارينه طالعه بره، لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه النهارده بقى؟ انت مالك يا عم الحاج وضروخه الميت اهو. انا بعتذر يا جماعه عن الحاجه اللي انتوا بتشوفوها ديت، لان والله هي بتيجي غصب عني، بتيجي غصب عني مش بمزاجي. انت بقى عايش ولا ميت يا عم الحاج؟ لا شكله عايش، شكله عايش، شكله عايش، بس يعلم بيه برضه. عايش اهو يا جماعه، عايش بس عامل حمام ومنفوخ، وشكله مش هيعيش، شكله مش هيعيش. في ايه النهارده بقى؟ يعني ما جالناش انتاج حلو، بقالنا كام يوم، اول ما يجي انتاج يبقى فيه كوارث كده، اول ما يجي الانتاج يا جماعه يبقى فيه كوارث كده. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. كوارث كتيره النهارده في الفقاسه يا جماعه، كوارث كتيره النهارده في الفقاسه. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله على كل حاجه. نحمد ربنا يا جماعه ونشكر فضله، وكل اللي ربنا يديله حلو وانا راضيه بيه. معانا برده بيض فراخ هنا برده اهوت، لان يا جماعه البيض اللي عمل كده، لان البيض ده كتكوت اتزنق اهو يا جماعه، كتكوت اتزنق تمام. البيض ده فيه كان فيه بيض كتير بايظ بقى يفرقع في الفقاسه، واكيد عمل مكروه في الفقاسه بوظ لي الدنيا، لان كان فيه بيض كتير يا جماعه بيفرقع في قلب الفقاسه. فالحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. ربنا يسترها معانا جميعا، ربنا يسترها معانا جميعا. كل اللي ربنا يجيبه يا جماعه انا راضيه بيه، ومفيش حاجه مزعلاني خالص، انا مفيش حاجه مزعلاني. ده ميت ولا صاحي؟ وده ميت برضو يا جماعه. كل ده هينشال ويتفرز يا جماعه عشان اعمل ريحه في الفقاسه، بس هفصل معاكم الفيديو وهفرز البيض ده كله عشان انضف الفقاسه لاي طيور تانيه. البيض ده برده على وش خروج، يعني شايفين في بيض بيفرقع بينزل على البيض الثاني. انا هجيب ازازه بتادين، بتادين بشري يا جماعه، واحط منه فلفل البخاخه، ولازم اعقم البيض ده مرتين في اليوم. هجيب بتادين، بسم الله الرحمن الرحيم، بتادين احطه في البخاخه يا جماعه عشان ارش البيض، اعقمه كل يوم، من ناحيه ان انا اعمل رطوبه للبيض، ومن ناحيه ثانيه ان انا اعقمه.
البطه دي برضو كانت قشرها لفه علينا. معانا بطه جعجع اهو يا جماعه، دي بطه جعجع اهو. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله. بحاول اساعده عشان ما يموتش، مش عارفه يعني الفتره ديت الطيور بتلزق في البيضه كده ليه، بس انا برش ميه يا جماعه مرتين في اليوم، ما بكترش اكتر من كده عشان ما تقلش درجه حراره البيض. برده برش مرتين اتنين في اليوم. شايفين لف عليها ازاي؟ الناس اللي بتطلب مني يا جماعه تقول ازاي تقلب البيض، انا بجيبه يا جماعه كده، مفيش ما بعملش فيه اي حاجه، انا بجيبه مره كده وتاني مره بجيبه كده بس، مفيش اكتر من كده. ده نظام تقليب البيض. يعني في ناس كتير سالتني على تقليب البيض، انا ما بعملش حاجه يعني ايه مستحيله، ما بعملش حاجه مستحيله يا جماعه. زي ما قلت لكم بجيبه مره كده ومره كده. معانا هنا بط تاني طالع اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، ما خدتش بالي منه، ما خدتش بالي منه، ولسه معانا كتكوت. دي من الفراخ بتاعتي يا جماعه، دي فراخ جميزه الفراخ بتاعتي، بسم الله ما شاء الله كانت احجامها حلوه جدا جدا، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل يا جماعه، قدر الله وما شاء فعل، ما كانش نصيب خير. زي ما انتم عارفين الفراخ الجميزه بتاعتي كلها ماتت، فالحمد لله والشكر لله على كل ربنا يجيبها. بسم الله ما شاء الله، هموت واعرف القشره بتلزق كده ليه. برش ميه ومفيش فايده برضه، انا برش ميه ومفيش فايده. معانا بط ابيض يا جماعه، هو زي البط بتاعي بالظبط، بس ده مش بتاعي، ده مش طالع ليا يا جماعه، ده مش بتاعنا، ده حاجه ناس، ربنا يبارك يا رب. طلع لهم بط ابيض اهو، ربنا يبارك، بسم الله ما شاء الله. على فكره يا جماعه البط ده انا نقراه له بالليله، يعني عامله له ايه، جيت اوبر المنقار لقيته بينقر بس دايخ في البيضه، جيت لقيته دايخ في البيضه، فقلت لا ما بديهاش، لازم اساعده عشان يخرج. شايفين الفرخ البزرميط؟ تعالى دلنا، زعلني ليه؟ زعلني ليه؟ ده انا بستنى فرخ البزرميط يطلع لي. فجيت بالليل خليت له قبل المنقار عشان ما يموتش في البيضه ويتكتم مني واخسر ايه؟ تعب طول الشهر. فهو بقى كده ارجع اساعده تاني بعد ما نشف عشان يخرج خالص من القشر. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، ربنا يبارك يا رب. دي كان فيها بيض فراخ ليا، بيض الفراخ كله خرج اهو يا جماعه، بيض الفراخ بتاعي كله خرج اهوت، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب. شايفين حضراتكم كده بقى، انا همسك الفقاسه ديت اعمل لها، عامل شويه نظافه حلوين كده عشان انضفها واظبطها عشان اي طيور ثانيه تحط معانا بيض ثانيه تحط معانا في الفقاسه تبقى الفقاسه نظيفه وحلوه جدا. يعني معانا كميه طيور كبيره جدا جدا يا جماعه، خلاف اللي في الرفوف لسه ما نزلش تحت، فربنا يبارك يا رب. ما زعلنيش بس على المنظر اللي انا شفته بتاع الطيور دي. وشايفين فرخ الهند ده يا جماعه، انا حزينه جدا والله العظيم من المناظر اللي بشوفها، بس هو ممكن يعني اصراره ينقطع الايه الحته ديت، هو لف على رجله يا جماعه اهو، لف على رجله، انا هحاول اقطعه بس مش هوريكم المنظر ده عشان بس محدش ايه الناس اللي بتخافوا كده، فربنا يسترها يا رب والفراخ دي تنشف ما يجرالهاش اي حاجه، لان في فراخ حصل عندها انتفاخ لان الحمام اتحوش في بطنها، وحصل عندها انتفاخ لانها انكتمت في القشره. فانا والله العظيم ما شفت المنظر ده لان كانوا لسه ما خرجوش، فحصل عندهم انتفاخ لان البراز اتكتم فيهم في بطنهم فحصل عندهم انتفاخ، فقدر الله وما شاء فعل يا جماعه، قدر الله وما شاء فعل، نحمد ربنا. يعني كوارث النهارده في الفقاسه يعني حاجه، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. وبكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، احلى انتاج واعلى نسبه، فربنا يبارك يا رب ليا وليكم امه محمد ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد مع رزق جديد وخير جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.